قتل 30 جنديا من قوات الأمن الأفغانية غربي البلاد في كمين نصب لهم هناك. وقال حاكم إقليم بادغيس عبد الغفور مالك زاي إن طالبان هاجمت نقطتي تفتيش في الساعات الأولى من الصباح، كما استهدفت قاعدة عسكرية في منطقة بالا. كانت الحكومة الأفغانية قد دعت الأحد الماضي إلى وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام بمناسبة حلول عيد الفطر.